السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، اليوم نهضر على واحد الموضوع دائما تابع المجال الأخضر. قبل ما نبدا، اللي أول مرة غيشوف هاد القناة ديالي، نتمنى يعجبو الفيديو، يدير لايك، يضغط على الزر لايك والمشاركة، ما تنساوش فضلا وليس أمرا. كما قلنا، نهضروا على واحد الموضوع اللي دائما تابع للمجال الاخضر، وهو العشب الاخضر، او كما كيتسمى الغازو، اللي كيتستعمل في الملاعب الرياضيه. ماشي هذاك الاصطناعي، وانما يعني فري حقيقي، لان كما كنعرفوا التيرانات او الاستاد ما يمكنش يعني ذاك الغازو يديرو بالزريعة، يعني ما يمكنش، لان عمرو ما غيجي لهم هو هذاك، وكيكون صعيب يعني حتى في المراعاة ديالو داكشي. غادي نعطيكم واحد النبدة على هاد الفكرة، على هاد الموضوع هذا. انا نوريكم هاد لي رولو ديال هاد الغازو كيما كيجينا. لحظة، هادو هما دوك لي رولو ديال الغازو كيما كتشوفو، هما هادو كيكون واحد 2 متر على 50 سنتيم هكاك، ولا 45 كيما كتشوفو. هما هادو هما كيكونو جايين بهاد الطريقة، كيكونوا مصيبين مقادين، يعني شركات كيكونوا مختصين في زرع هاد الغازو هذا، حتى كيجي بهاد الطريقه هذا مزيانه. اما كي شفتو من هنا، حطيتهم هكا سيستميتهم، اما هادو هانتوما كيما حطيتهم، وحده الاخرى وهو الباقي، يا شفتو. فهاد الشركات اللي كيصيبوهم عندهم واحد الآلة كتقطعو هكا، كتقطعو من التحت، يعني كتحاول تفرزو على الرملة اللي كيكون فوق منها نايض. انا يعني نورمالمون كيزرعوه، تكون الزراعة ديالو فوق الرمل، ماشي فوق التراب العادي، التربة، باش يكون حتى يعني يكون حتى الفرز ديالو، يعني القطع ديالو وفرزو على التراب، سطح الأرض يكون سهل، بالرملة يكون سهل، يكونو دوك الجذور ديالو مشاديش مزيان. وديك الماكينة طبيعة الحال، ديك لاماشين كتقطعو عبار، يعني 2 متر، 2 مترو على 50 سنتيم. هاد حنا كنجيبوه بحال ما هكا كيما كتشوفو، انا ديجا حيدت منو شوية، هما كتشوفو حطيتو، كنجيبوه وكنحاولوا نخدموا عند الكليان، عند الكليون ديالنا. اليوم كنا جبنا واحد طروا ديال هادو، ديال هاد، حنا كنقولوا لهم لي بانكالي، هادو هما، هادو كاملين، هادو كنقولوا لهم لي بانكالي. جبنا واحد 3، شاطوا لنا واحد غادي نحطوه هنايا، وكيتم البيع ديالو يا بالديتاي، يا يمكن نبيعو بالجمله هكاك حتى حنايا، ملي كنكونو غادي خارجين عند شي كليون ديالنا، كناخدهم كنمشيو نحطهم. انا كنخدمو طبيعة الحال عند الكليون، كنخدمو الأرض، نخدموها بطريقتها اللي خاصة تخدم بها، وكنديروها باري، وكنهزو منا كنعاودو نديهم نحطهم عند الكليون. هذا واحد، وباش يعني نعطي لكم واحد النظرة على الاعشاب، العشب الاخضر او الغازو اللي كيكون في الملاعب.
يعني كيفاش كيجي، كيفاش كيكون هو هذا. عاود تاني نوريكم، هو هذا كما قلنا. هذه معلومة على هاد الغازو اللي كيكون في الملاعب، باش واحد يكون عنده فكرة يعني على كيفاش كيتحط تما، يعني ما بين نهار وليلة كيكون مصوب، كيكون أخضر ومقاد ومصوب. ربما هما كيجيبوا يعني أمطار كبار على هادي، يكون كبار يعني باش يكون الخدمة شوية سريعة، ماشي بحالنا حنا كنجيبو 2 متر هكاك على 50. إخوان، كان هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، العشب أو الغازو اللي كيتستعمل في الملاعب. شكرا على حسن تتبعكم، ما تنسوناش باللايك للفيديو والاشتراك في القناة وأعجبكم الفيديو. وشكرا فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة أخرى إن شاء الله. أحط فيها إن شاء الله الشجرة ديال رأس السنة اللي كيحتفلوا بها في رأس السنة. السلام عليكم ورحمة الله.